تابع فريق حكومي زار لواء الأغوار الجنوبية مطالب المواطنين المتكررة والتي تركزت على إقامة مشاريع إنتاجية تساعد على توفير فرص عمل لأبناء اللواء وتنفيذ الوعود الحكومية على مختلف الأصعدة. التفاصيل في هذا التقرير. بهدف الاطلاع على الاحتياجات التنموية والخدمية التي يعاني منها لواء الأغوار الجنوبية، بحث فريق حكومي خلال لقائه مع عدد من أبناء اللواء والمجتمع المحلي والجهات الرسمية أبرز هذه الاحتياجات لاتخاذ القرارات اللازمة لتقديمها لأبناء اللواء. اتفقنا على مجموعة من النقاط التنموية التي تمس حياة هذا المواطنين، وكان التركيز بشكل أساسي على عملية التدريب والتشغيل أبناء هذه المنطقة. المشاركون في اللقاء طالبوا الحكومة بضرورة العمل الجدي على إعادة تنفيذ المشاريع التنموية المتوقفة للمضي قدما نحو تحقيق فرص عمل لأبناء اللواء والإسهام في خلق تنمية مستدامة. متابعة القضايا والمشاكل والمشاريع التي تم طرحها في الزيارة الأولى، وقد تحقق منها أشياء كمثلا فتح مكتب للعمل، فتح مكتب للأشغال، أيضا اللي هو مشروع نجمة تشغيل حوالي 400 شاب اليوم من قبل الصندوق التدريب والتشغيل، أيضا اللي هو إعادة هيكلة مركز التدريب المهني يتواءم مع احتياجات المنطقة كونها منطقة زراعية، منطقة صناعية، منطقة سياحية لكنها غير مستغلة، وأيضا تم التركيز على فتح مشاريع استثمارية تساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة والتي هي مرتفعة في المنطقة كونها من جيوب الفقر العشرين. التوصيات في هذا الموضوع هو تشكيل لجنة محلية من أبناء المنطقة لتحديد الأولويات بالتعاون مع القطاع الخاص. هناك في مشاكل كثيرة، وجاء هذا اللقاء مهم لهذا الموضوع، بالإضافة إلى وعد معالي الوزير بتنفيذ كافة المطالب اللي منها هي مكتب العمل والتدريب والتشغيل والأشغال العامة. تبقى كلمة قريبا هي الرد الحكومي الوحيد على مطالب المواطنين المتكررة.